كانوا سؤالي التاني يا شيخ، لا ايه الحكم بقى في الجروبات اللي هي بتبقى مختلطة، اللي هي الجروبات الدينية بيبقى فيها رجال ونساء وكده، هل ده جائز يعني ولا ايه؟ حيثما وجدت الفتنة وحيثما وجدت الفساد ابتعدنا عنهم. قول الله تعالى: والله لا يحب الفساد. طيب والحكم يا شيخ يعني اخت مرتبطة برضه بتخرج بس مباشر يعني على السيف يعني بنية دعوة في الاخوات وكده؟ بوجهها مكشوف؟ لا لا بالنقاب بالنقاب. والله يا أختي يعني عفوا، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. عموما التقييد أن ما يدعو إلى الفساد ابتعدنا عنه. بارك الله فيك.